فاصل بسم الله الرحمن لواحد، الرحيم. وهنعرف السعر كام دلوقتي بالظبط برضو معان. تمام، العملة يا جماعة هي قدامنا معمولة، طبعا بيتكتب كل حاجة في الكتالوج يا جماعة زي ما انت شايف، وكل شيء بيتكتب من طقطق الاسلام عليكم بالتفصيل الممل. العمله دي اتعمل قد ايه، منها في يوم كذا اتعمل، منها في يوم كذا قد ايه اتعملت، في اسبوع، في شهر، إيه بداوا فيها يوم كذا، خلصت يوم كذا كده، يعني العمله كلها بتشمل كل شيء يا جماعه. العمله دي جميله جدا والله العظيم، ممتازه، يا ريت يعني. فالعمله دي خلينا في المفيد، فيها اخطاء، ممكن يكون فيها اخطاء لان لسه ما ظهرش فيها اخطاء. الاخطاء بقى هيبقى ايه؟ التاريخ مش موجود، هتبقى انعكاس عمله، يعني الظهر في الوش والوش في الظهر زي ما انتم فاهمين، هيبقى فيها انحدار، هيبقى فيها ميل، هيبقى في اخطاء شائعه ما تعملش فلوس، في اخطاء نوادر بتعمل فلوس. دي بالنسبه للجنيه بتاع مصر للطيران الجميل ده اهو قدامك، وفي جنيه اجمل منه اللي هو بتاع دار الكتب، هنتكلم عليه في الحلقه الجايه. تمام، ده الوزن بتاعه 8.5 جرام، القطر بتاعه 25 مللي، السمك بتاع الجنيه ده 2.6 مللي، عدد القطع من الجنيه الجميل ده 10 مليون قطعة، بس 10 مليون قطعة. سعره بقى في الكتالوج بيع بالكام؟ سعره في الكتالوج كان مكتوب كام قدامك؟ كذا وكذا. لا انا ما بقولكش ان انت تبيع العملة بتاعتك بالسعر ده، لا ابدا يا عم. مكتوب في الكتالوج اخر سعر ليه؟ انك تبيعه ب2 دولار و55 سنت، زي بص بالظبط، يعني تبيعه يا عم ب 30 جنيه، تبيعه مع ان هو هيزيد اهو، لان الدولار بكام؟ ب 17 او 18، يعني كام و30 قربت على 40 جنيه يا عم. بيعه ب 30، يبيعه ب 40، يبيعه ب 45، انت حر. تبيعه ب 5 جنيه، انت حر. تبيعه بجنيه زي قيمته، انت حر. ما تبصش تحت رجلك، العملات دي كلها هتزيد، العملات دي كلها هتبقى جميله، هتبقى شحه في يوم من الايام والله، لان الناس كلها مش بتلم عملات، الناس كلها مش هاويه، الناس كلها بتلم عملات العالم زي ما انت بتلم عملات العالم، ومعاك عملات من بلجيكا وعملات من امريكا ومعاك سنتات ومعاك بتاع، برضه كذلك هم هناك بيلموا العملات وبيحبوا شكل العمله بتاعتنا برضه بلموها زي ما انت بتحب شكل العمله. فيها هوايه يا جماعه كتير، مسيرك على ابعت الاخطاء بتاعتك وانا اعرضها لك على القناه.